أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما أسباب تدهور الواقع التعليمي في العراق بصوره المختلفة في بلد يحوي ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم وتخصص له ميزانيات مليارية تغطي 5 دول مجتمعة تغطي جميع احتياجاتها كل عام، حيث تنتشر الكرفانات والمدارس الطينية وتنعدم التخصيصات المالية لبناء مدارس تراعي معايير الجودة وتتوفر فيها مراكز تدريب للطلبة للانخراط في سوق العمل. ولكن أي سوق عمل هذا في العراق الذي أصبح سجنا كبيرا للعاطلين عن العمل، حيث طال الفساد أيضا أهم الوزارات كوزارتي التربية والتعليم العالي، ما يجعل الجهل يهدد الجيل الحالي والأجيال اللاحقة. هناك خطر محدق بالعراقيين، الجهل والفقر والحرمان. بعد أن كان العراق يمتلك أفضل نظام تعليمي في المنطقة بحسب منظمة اليونسكو قبل العام 1991، هناك أكثر من 1000 مدرسة طينية بحسب تقارير كثيرة لوزارة التربية في العراق، ونسب التسرب من المدارس كبيرة جدا. هناك عدم التحاق بالتعليم الأساسي ووصول أعداد الأميين إلى أكثر من 5 ملايين شخص، وعدم توفر البيئة الملائمة لتعليم الأطفال. نطرح مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الأسباب التي تقف وراء تدهور الواقع التعليمي في العراق، ومن له المصلحة في تجهيل الجيل الحالي والأجيال القادمة. لماذا أهمل التعليم في العراق؟ هل هناك قوة إقليمية أو دولية لا تريد للعراق أن ينهض خدمة لمصالحها ولكي تفرض هيمنتها عليه وعلى ثرواته؟ أسئلة المشاهدين الكرام نطرحها في هذه الحلقة، ويجيب عليها ضيوفي الكرام في هذه الحلقة. أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي. حياكم الله. أهلا بك أستاذ نظير. وأيضا سينضم معي الدكتور سعد ناجي الساعاتي الأستاذ الجامعي والأكاديمي العراقي من لندن. مرحبا بك دكتور سعد. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ حارث الأزدي من عمان الباحث والكاتب العراقي. أستاذ حارث مرحبا بك. إذا مشاهدينا الكرام نستمع ونشاهد معا هذا التقرير في بداية هذه الحلقة ثم نبدأ الحوار. ربما يكون من العسير على البعض أن يصدق أن العراق الذي يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم ما زالت فيه حتى اليوم مئات المدارس الطينية التي يتكدس فيها عشرات الطلاب، فيما لا يعلم أحد أين تذهب مليارات الدولارات التي تخصص لدعم التعليم في الموازنة كل عام. الفساد المستشري الذي ينخر في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في العراق منذ احتلاله سنة 2000 طال أهم الوزارات كوزارتي التربية والتعليم العالي، ما يجعل الأجيال القادمة غير قادرة على بناء دولة قوية رصينة، وسيكون لديها النصيب الأكبر من الجهل والفقر والحرمان. بعد أن كان النظام التعليمي في العراق عام 1991 وبحسب تقرير اليونسكو يمتلك نظاما تعليميا يعد من بين أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، إذ تقدر نسبة المسجلين وقتئذ في التعليم الابتدائي ما يقرب من 100%، إلا أن الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال أهملت التعليم بشكل متعمد خدمة لمصالح قوى إقليمية وعالمية ترى أن تقدم العراق يشكل خطراً يمنع فرص فرض هيمنتها عليه، حيث أدخلت ما تسمى التعديلات التي أدت إلى تغيير جوهري في مضامين المناهج العراقية لأسباب طائفية، وظهور ما يقرب من 80% من نسبة المدارس العراقية التي تحتاج لإصلاح ودعم للمنشئات والمكتبات والمختبرات العلمية في هذه المدارس. أما ظاهرة المدارس الطينية فتمثل انهياراً كبيراً في بنية التعليم التحتية بشكل عام، إذ بلغ عدد المدارس الطينية أكثر من 1000 مدرسة، والأعداد في ازدياد مستمر بحسب إحصائية وزارة التربية التي قدمتها منذ عام 2011.
وتستقبل هذه المدارس الطينية وجبتين من الطلبة يوميا في بلد يعوم على بحيرة من النفط وثروات لا حصر لها، بينما يتعلم التلاميذ في بيئة مدرسية غير صحية وملوثة وطاردة للأطفال تمثل البؤس والتدهور الذي لحق بالبلاد منذ احتلاله. إذا تابعنا سوية هذا التقرير عن الواقع التعليمي في العراق. التعليم له أهمية كبيرة بالنسبة لأي دولة. هذه الأهمية يعني تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل جميع الدول دول العالم سواء المتقدمة وحتى النامية، ولكن في العراق هناك أسباب تجعل البلد فيه نسب التعليم أو نوعية التعليم تتردى إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في هذه المرحلة. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نادر الكندوري في ضيفي في الاستوديو في هذه الحلقة. عن أهمية التعليم نتحدث بالنسبة لأي دولة؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. يعني موضوع التعليم لا تجد أي دولة تحترم شعبها ولا تجد أي دولة تصبو إلى الارتقاء والتطور إلا وأخذت من موضوع التعليم أهمية قصوى، بل إن الدول المتقدمة تضع لميزانيات التعليم ما يقارب إلى ميزانية الدفاع، بل بعض الدول تكون ميزانية التعليم هي أعلى من ميزانية الدفاع. ذلك لأن الدولة التي تريد أن تكون قوة اقتصادية أو قوة عسكرية لابد أن تتجه إلى التعليم. الدولة التي تريد أن يحفظ حقوق الناس فيها لابد أن تتجه إلى التعليم. لذلك تجد الدول المتقدمة مثل يعني دولة على سبيل المثال دولة مثل اليابان هي عبارة عن جزر متناثرة منطقة يعني تضاريسها جبلية، مساحة الزراعة فيها لا تزيد عن 5%، ويعني بلد معرض للزلازل على مدار السنة، ولكن تجد اليابان الآن هي من الدول المتقدمة بل تصدر التكنولوجيا إلى كل العالم. هذا يعود إلى استثمار قيادة مثل هذه الدولة في أبنائها وجعل الثروة الحقيقية في أبناء هذا الشعب. بالتالي هذا التقدم التقني والعلمي لأبناء الشعب جعل بلد مثل اليابان الفقير بالموارد جعله دولة متقدمة تضاهي أكثر الدول الغنية بالموارد يعني الطبيعية. وما نجده يعني في مقارنة بالحالة العراقية، الحالة العراقية أيضا لا يفتقر إلى الموارد البشرية، فتعداد السكان يتناسب مع مساحته. كذلك أضف إلى ذلك أن يوجد في العراق ثروات معدنية، ثروات مادية كثيرة ناهيك عن أرضه الصالحة للزراعة، لكن مع ذلك تجد الفقر، تجد المشاكل سواء سياسية أو حتى اجتماعية مستفحلة في هذا البلد. هذا يدلل على يعني الانحدار الخطير الذي حصل في التعليم. يعني على ما يبدو أن القيادة السياسية الحالية التي تقود البلد لا تريد شعبا متعلما. لماذا؟ لأن إحدى ثمار التعليم أن يعرف الشعب يعني حقوقه وأيضا واجباته، وبالتالي التعامل مثل هكذا شعب متعلم يعرف حقوقه وواجباته صعب جدا على طبقة سياسية فاسدة كالتي نراها في بغداد. فهي ترى أن من المصلحة أن يستفحل الجهل، أن يتدهور التعليم، هذا كله يصب في مصلحة بقائهم على رأس النظام الحاكم في بغداد. وهذه مفارقة ويعني سلسلة يعني مستمرة. يعني مثل هذا الجهل لربما في المستقبل سوف يضر أيضا حتى في هذه الطبقة السياسية الحاكمة، وما هي إلا حالة مؤقتة أن تكون هي على رأس الحكم. ولدينا أمثلة كثيرة يعني سواء منها دول عربية أو دول يعني من عالم ثالث، تجد أن القيادات السياسية تحاول أن تجعل الشعوب في يعني حالة جهل، لكن يعني هذا الأمر بدأت تتجاوزه الشعوب ووجدت أن من المصلحة حتى للأنظمة السياسية التي هي فيها شيء من الوطنية، تجد أن من مصلحتها أن يكون الشعب متعلم، لأن التعليم يعني اقتصاد قوي، يعني شعب واعي يتعامل مع الحضارة بشكل صحيح. لكن مع الأسف بعض الأنظمة بقيت على حالها. يعني أنا قبل أيام يعني رأيت تقرير عن مدرسة في بلد مثل مصر هي يعني تتوسط
جبال من الأزبال، والمدرسة في هذه الجبال المكونة من القمامة. يعني هل ترى أن بلد يحترم نفسه يستطيع أن يجعل مدرسة بين أكوام الزبالة؟ هذا الحال نفسه أيضا موجود في بلد مثل العراق الغني بالموارد. تجد أن مدارس طينية، بل تجد أن مدارس متهالكة، الطالب لا يجد المستلزمات المطلوبة لدراسته، بل وصل الأمر أن لا تجد كادر تدريسي. توجد مدارس كثيرة لا يوجد فيها فقط المدير أو المدير وأحد المدرسين، مع وجود يعني مئات من الطلبة الذين يريدون أن يتعلمون. فالمسألة في بلد العراق يعني المسألة مختلفة، هو لا يفتقر إلى الموارد المادية لقيادة عملية تعليمية ناجحة، إنما هناك هو الإرادة غير متوفرة عند هؤلاء السياسيين، بالإضافة إلى عدم الخبرة في إدارة العملية التعليمية. هذا هو الذي وصل مرحلة يعني وصل التعليم في العراق إلى هذا المستوى المنحدر، بالرغم من أن في السبعينات والثمانينات قد حصل على جائزتين من اليونسكو لما وصل له التعليم العراقي من مستوى رفيع. بل حتى في بداية التسعينات. أرحب بالدكتور سعد ناجي الساعاتي، الأستاذ الجامعي والأكاديمي العراقي. دكتور سعد مرحبا بكم. يعني العراق كان يمتلك يعني أفضل نظام تعليمي بحسب تقارير منظمة اليونسكو. يعني ما الذي جرى في العراق حتى يكون واقعه التعليمي كهذا الواقع؟ تسرب بنسب عالية من المدارس، لا يوجد هناك التحاق بنسب كبيرة، يعني نسب الالتحاق تكاد تكون أقل من النصف بسبب ما يعانيه البلد من سوء في الأحوال الاقتصادية، ما يضطر يعني الوالدين إلى عدم إرسال أبنائهما إلى المدارس. بالتالي هناك أيضا نسب أمية متزايدة أكثر من 5 ملايين، وبالتقارير مثبتة أكثر من 5 ملايين أمي في العراق موجود. يعني أكثر من 1000 مدرسة طينية موجودة، ليس هناك اهتمام بمعايير الجودة ولا بإنشاء مراكز لتدريب الطلبة لتجهيزهم للانخراط لسوق العمل. ما الذي يجري في العراق؟ يعني هذا ما يجري في العراق هو جزء من ما يجري في الأمور الأخرى، يعني ليس هو التعليم فقط الذي تدهور. يعني العراق كان يمتلك أفضل نظام صحي في منطقة الشرق الأوسط باعتراف الأمم المتحدة، هذا النظام ذهب. العراق كان يمتلك أحسن نظام في المواصلات والنقل العام، وهذا ذهب. العراق كان يفضل أفضل جيش، يمتلك أفضل جيش وقوات مسلحة وقوات أمنية وقوات شرطة قادرة على حفظ الأمن في هذا البلد، وهذا ذهب. وهذا حقيقة، حتى نكون منصفين، هذا التدهور بدأ ليس مع الاحتلال فقط، ولو أن الاحتلال هو من زاد على ذلك، وإنما بدأ مع الحصار الظالم الجائر اللا إنساني الذي فرض على العراق في عام 1990. يعني أنا أذكر أنه في عام 1991 انخفض راتب الأستاذ الجامعي إلى يعني مبالغ مضحكة لا تساوي، يعني لا يساوي الراتب أكثر من 10 و15 دولار. لكن الفرق بين ما كان يجري في ذلك الوقت وما يجري، أنه في تلك الفترة كان هنالك، أنا أطلق عليهم العصر الذهبي، الجيل الذهبي من المعلمين والمدرسين والأساتذة، نعم، الذين أصروا على الاستمرار في عملهم وتنشئة وتخريج أجيال قادرة على أن تكون بمستوى عالي أو فوق المستوى الإقليمي اللي موجود حواليه. الآن الحالة تغيرت، كل الكفؤين سفروا بطريقة أو بأخرى، أجبروا على السفر خارج العراق أو قتلوا أو أحيلوا على التقاعد أو منعوا، وطبعا منعوا من التدريس ومنعوا من التعليم. كل الأموال التي كانت مخصصة لبناء المدارس ذهبت لجيوب الفاسدين. وأنا أعرف أشخاص
أصبحوا من أصحاب المليارات بعد أن حصلوا على عقود من الدولة لبناء المدارس، ويتندرون فيما بينهم هنا في لندن وفي أوروبا، ويتحدثون عن كيفية أنهم أخذوا المليارات ولم يفعلوا شيئا سوى أنه طلوا الجدران وخرج. وهذه حقيقة كارثة لما لا يوجد مراقبة، لما يوجد اهتمام بهذه المسألة. هاي نقطة هنا. النقطة الثانية، لما تضع على رأس الوزارة أشخاص لا يعرفون شيئا عن الوزارة، يعني لما تجيب واحد وزير تعليم عالي وهو لا يملك شهادة جامعية ومزور شهادة الجامعية ويحاسب الأساتذة على الهوية، كيف يمكن أن تتصور هذا الرجل يمكن أن يطور التعليم العالي؟ لما تجيب وزير تربية يكون هم الأساسي كيف يعبث بموارد الوزارة وكيف يجلب مواد غذائية ومواد الطلبة، يعني صلاحية فقد ذهبت، ومع هذا يبقى وزير ويبقى شخص في الدولة العراقية. ثم بعد ذلك طبعا لما يصبح التعيين والكفاءة على يعني الاختيارات على حسب الهوية وحسب الأحزاب السياسية التي تقدمها، هذه هي النتيجة. نحن في الثمانينات والتسعينات والسبعينات وإلى حتى 2003 لما كنا نخرج يعني طالب بدرجة ماجستير كان يأتي إلى الغرب إلى إنجلترا أو فرنسا يقبل مباشرة على الدكتوراه تقديرا لشهادة اللي أخذها من بغداد. الآن خريج الدكتوراه العراقي يعاد لكي يخضع الامتحانات حتى يشوفون أهليته هل هو مؤهل أم لا. أستاذ حارث الأزدي ينضم معنا من عمان، الباحث والكاتب العراقي. أستاذ حارث، يعني قبل أن نبدأ بالأستاذ حارث إلى أن يتم تأمين الاتصال به، عودة إليكم أستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، يعني الدول المتقدمة مثلما تفضلتم كاليابان ركزت على رأس المال البشري من أجل أن تنهض بشعبها، وبالتالي وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه. في العراق الآن والوضع كما وصفه الدكتور سعد ناجي الساعاتي، يعني المشكلة برأس الهرم ربما، يعني عندما يوضع في الوزارة أشخاص لا يعرفون شيئا عن الوزارة، يكون همهم فقط يعني الإثراء الشخصي، حتى أن شغلاتهم مزورة وهمهم هو العبث بموارد الوزارة. الحال هكذا في العراق، إلى أي مدى ترى أنه يخدم أو يعني أن هذا الواقع هو هدف لدول أو لأهداف كان هدفا لدول بعينها، دول إقليمية، دول كبرى لا تريد للعراق أن ينهض، بالتالي العراق بلد غني وثرواته يجب أن تنهب؟ حقيقة قبل ما أدخل في هذا الموضوع ألمني الوصف الذي ذكره وصف مؤلم فعلا ناجي حول قيمة الشهادة العراقية، كيف كانت في السابق وكيف يتعامل معها الآن بعدم موثوقية ويضطر أن يخضع لاختبارات. يعني شيء مؤلم أن تصل الحالة التعليمية بالعراق إلى هذا المستوى. وما يعني القول أن من استلم مهمة يعني إدارة التعليم في العراق كونهم أصحاب شهادات مزورة أو شيء من هذا القبيل، يعني أنا يعني أنظر الأمر بشكل آخر. لا، وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مسكها أيضا أصحاب شهادة دكتوراه ودكتوراه قد أخذوها، ولكنهم فاسدون. لكن الحقيقة هو الفساد المستشري في هذا البلد. من أصعب الأمور أن يستشري الفساد في منظومة التعليم وكذلك منظومة القضاء، والعراق يعاني من الأمرين. هناك فساد في التعليم وفساد في القضاء، بحيث أن الفساد في هذين المؤسستين يجعل البلد في ضياع. يعني يذكر أن يعني كثير من الذين خرجوا من الحرب العالمية الثانية، أظن هذا القول ينسب إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، قال نحن خرجنا منهارين من الحرب العالمية الثانية، لكن قال سأل هل وصل الدمار إلى التعليم أو القضاء، فقالوا لا. فقال إذن لا مشكلة، سنعيد البناء مرة ثانية.
البناء يجب أن يكون بشعب متعلم، وكذلك أن يكون للقانون سلطة فوق كل السلطات الأخرى. هذا الذي يعني يجعل البلد يمضي بطريق التطور، وهذا ما نعاني منه. من له المصلحة في جعل العراق يبقى بهذا الحال؟ نعم، عدة أطراف توجد لها مصلحة حقيقية في إبقاء حالة الجهل مستشرية في العراق. أولهما يعني إيران، ومن قبلها الاحتلال الأمريكي نفسه خدمة للمصالح الإسرائيلية. في يوم يعني فترة من الفترات وصل العراق إلى أن يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل، وكانت حالة التوازن ما بين العرب وإسرائيل. العراق له ثقل كبير في هذا الموضوع. اسمح لي فقط أستاذ نظير أن أعود إلى الأستاذ دكتور سعد ناجي الساعاتي. دكتور سعد، نستثمر وجودك معنا في هذه الحلقة. يعني الكثير ما نسمع في السابق من يقول إذا أردت أن تكون أو أن تبني دولة فعليك بالأمن وعليك بالتعليم وعليك بالقضاء. إلى أي مدى ترى أن هذه العناصر الثلاثة كانت هدفا من قبل من له المصلحة في إبقاء العراق على ما هو عليه الآن من واقع؟ لك حادثة واحدة مهمة جدا. نعم. في عام 1996 أو 97 أو 95، ما أتذكر، لأن أنا كاتبها بس ما أتذكر التاريخ، بس أعتقدها قبل 97. سئلت وزيرة الخارجية الأمريكية عن سبب استمرار الحصار على العراق وعن قتل هذا العدد الهائل من أبناء الشعب العراقي، وكل الأمور تدل على أنه لا وجود لأسلحة دمار شامل في العراق، فلماذا الإبقاء على الأسرار على هذا الحصار؟ فإجابة بكلمات بسيطة قالت نعم، لا توجد أسلحة دمار شامل الآن في العراق، ولكن العقول ما تزال موجودة وهذا التي يجب أن تدمر. إذن أسلحة الدمار الشامل هي العقل العراقي. بعدين أخي العزيز، إحنا لماذا نلوم إيران ونلوم إسرائيل ونلوم دول الجوار ونلوم الولايات المتحدة الأمريكية؟ الأحزاب الآن التي تحكم بالعراق تدعي أنها عراقية من عام 2003، وهي التي تساهم مساهمة فعالة في تدمير التعليم. لم يخبرها حتى تدمر التعليم، لكن لما هذه الأحزاب أن تأخذ الأطفال في المدارس وقبل بداية الدوام، ساعات قبل بداية الدوام تدخلهم في دروس في كيفية اللطم وفي كيفية أمور خارجة عن المنطق وخارجة عن كل ما هو حضاري، هل هي هذه بدعم من إيران؟ ها هؤلاء هم تفكيرهم، هذه الأحزاب التي أتت للعراق هو هذا تفكيرها. الأحزاب الكردية لما تشدد تربي أطفالها على شوفينية وأفكار تبعدها عن المجتمع العراقي، هذا ليس مقصود، يعني ما يجاء حتى للحكومة، هم يقومون بهذا العمل متبرع مع الأسف. يعني الآن المجتمع العراقي يدار، وحتى لو يكون شهادة، يعني ما هي قيمة الشهادة؟ الشخص وتفكير بعد عالم من الشفنة قسم من عندهم يدعون هم علماء، لكنه لما تجي المسألة السياسية يلبسون الخرق الخضراء ويمشون في المواكب ويوزعون الأكل باسم الإمام الحسين عليه السلام، وهو منهم براء لأنهم ما يسوون أي شيء إلى صلة بأفعال ونضال وثورة الإمام الحسين. هذه حقيقة المشكلة، مشكلة من يحكم، مشكلة من موجود، وليس فقط نعم دول الجوار لا ترغب، هاي دول الجوار طبعا بالمناسبة كل دول الجوار ليس فقط إيران وتركيا وإسرائيل، كل دول الجوار لا تريد أو لا تريد أن ترى عراقا قويا قادرا متمكنا، لأن تعرف هذا العراقي عنده من الإمكانيات ما يستطيع بها أن يكون إلى دور فعال، ولهذا تشوف كل التدخلات هي لتمزيق المجتمع العراقي. لماذا لا يدفعون مساعدات الجامعات العراقية بينما يوزعوها على شخصيات تافهة سياسية؟ لماذا لا يدفعون للمدارس العراقية بينما يدفعون لهذه المواقف ولهذه الممارسات الدينية البالية؟
لماذا لا يبنون مدارس وجامعات جديدة؟ بعدين توجد مسألة أخرى، كارثة هذه الجامعات الأهلية التي افتتحت والتي تخرج الآن مئات الألوف من الطلاب في درجات عالية لا قيمة لها. يعني أنا الآن اسمح لي أقول لك من خلال برنامجك، نعم، يعني أشد على أي الشباب الذين لا يزالون يدرسون في جامعات العراقية رغم قلة الإمكانيات ورغم قلة الخبرة، لكن يقومون بواجبهم. لكن هاي الجامعات الأجنبية ماذا تقوم؟ لماذا تقوم؟ تقوم بمنح الشهادات اعتباطا لكل من هب ودب، وتترس أو تملأ المجتمع العراقي بحمل الشهادات لا يملكون من العلم ولا يفقهون من العلم شيئا. هذه هي كوارث مستمرة، وأعتقد طالما يبقى الحكم الآن، الصراع كله على الحكومة ومن يشكل حكومة. أنت سمعت أحد متصارع على بناء مدارس أو بناء مستشفيات طبعاً. أو إنشاء جامعات؟ أبدا لا. إحنا في زمن الحصار أنشئت في العراق 16 جامعة عراقية في جميع المحافظات حتى تستوعب الطلاب اللي ما يستطيعون أن يذهبون إلى جامعات خارج القطر. الآن الجامعات التي تؤسس كلها أهلية ولا قيمة لها. يعني هذه كارثة حقيقة كبيرة، وليست مثل ما قلت لك في البداية، ليست فقط في التعليم وفي الجامعات، في كل مناحي الحياة العراقية. وهذا بلاء ابتلي به العراقيون منذ عام 2003 ولحد الآن. نشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد ناجي الساعاتي، كنت معنا من لندن، الأستاذ والأكاديمي العراقي. هناك يعني عبارة ذكرها دكتور، الصراع على الحكومة، نسمع بالصراع، صراع السياسيين على المناصب في العراق، ولكننا لم نسمع بصراعهم على بناء مدرسة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الواقع التعليمي في العراق والأخطار التي تهدد الأجيال العراقية في ضوء هذا الواقع المزري. أرحب بالأستاذ حارث العزدي من عمان، الباحث والكاتب العراقي. أستاذ حارث مرحبا بك. حياكم الله. مرحبا. طبعا لعلك استمعت إلى ما تحدث به الدكتور قبل قليل، دكتور سعد ناجي الساعاتي، وأيضا الأستاذ نظير الكندوري، واتفقا معا على أن العراق مهدد، جيله وجيله الحالي، ومهدد أيضا أجياله القادمة. الواقع في العراق واقع مزري جدا، يتحكم به فاسدون. لم نشهد صراعا على بناء مدرسة، ولكننا نشهد صراعا بين السياسيين على المناصب وعلى سرقة المال العام. إلى أي مدى ترى أن العراق الآن واقع في ظل هذه الكماشة، وتحديدا كماشة الأحزاب التي تحكمه منذ العام 2003 وحتى الآن، وخصوصا التعليم؟ تمام. التعليم، نعم. شكرا لك أستاذ سمير، وكذلك الشكر موصول لضيوفك. لعلني أبدأ وأقول أن أبرز تداعيات الاحتلال على أي بلد هو تهديده للمؤسسة التعليمية، نعم، في محاولة إجهاض عملها بوسائل شتى، إما بالتهجيم وإما بالملاحقة وإما يعني القصف وما إلى ذلك، ما يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، ثم تتبعها بعد ذلك عمليات أخرى، صفحات أخرى لإجهاض العملية التعليمية في هذا البلد، لما يمثله التعليم من أساس للنهضة لأي بلد يريد أن ينهض.
ما يجري في العراق هو بسبب الاحتلال أولا، ومن جاء معه وتعاون معه ثانيا، وكذلك من حاول أن يضرب المنظومة المجتمعية الحاكمة للمجتمع العراقي. المؤسسة التعليمية يا سيدي بعد احتلال العراق أصبحت مهددة بالكامل، ولا تقوم لها قائمة إن لم ينتشلها أبناء هذا البلد. أبناء البلد إذا أعطوا الأولوية في النهوض إلى العملية التعليمية، بمعنى أن العراقيين مطالبين، العراقيون مطالبون بأن يعني يضعوا كامل جهدهم في عملية التعليم، يأخذوا على عاتقهم تعليم أبنائهم وإن حفروا الصخرة بأظافرهم. ولنا في التاريخ مثالان، لعلني أذكر ما كان يعمله الشيخ عمر المختار في مدارسه القرآنية، وكان يجاهد، بمعنى أن الدرس والتعليم مستمر مع جهاد الإيطاليين، وكذلك ما فعله صلاح الدين الأيوبي الذي سبقت مدارسه النظامية كذلك بعقود قبل تحرير القدس، كذلك ما فعلته اليابان مثل ما ذكر الأستاذ نظير. اليابان بدأت عملية التعليم عقب انتهاء العمليات العسكرية، بمعنى أن المدارس مهدمة، نصبوا الصفوف في الساحات العامة. ماذا يعني هذا؟ ما يعني أن التعليم هو اللبنة الأساس لنهوض البلد. ولذلك تجد أن الطبقة السياسية اليوم حريصة على أن لا يعني تدور عجلة التعليم، لأن إذا دارت عجلة التعليم سيخرج جيل فاهم ماذا يجري في البلد، وسيحاسبهم حسابا عسيرا. فلذلك تعمد إلى التجهيل والتسطيح وعملية يعني طمر للمدارس وللعملية التعليمية، والحط من قيمة المدرس والمعلم والأستاذ الجامعي والدكتور وما إلى ذلك. يعني أذكر أن ونحن صغار كان الأستاذ أو المعلم، معلم الابتدائية، يأتي إلى المدرسة بكامل قيافته، قاط ورباط والعطر يفوح منه وهو يركب دراجته. لكن حقيقة، وهذه يعلمها العراقيون جميعا، مهابته أكبر من مهابة رئيس الجمهورية اليوم، ومهابته أكبر من رئيس الوزراء اليوم بمواكبهم وبمدرعاتهم وبسياراتهم المصفحة. هذا الرجل الذي كان يعلم الأطفال دار ودور له مهابة وله محبة في نفوس العراقيين أكثر من هؤلاء الذين تعاونوا مع المحتل من أجل تحطيم البلد. اليوم وزارة التربية تخرج إحصائية تقول فيها أن 15,000 مدرسة بحاجة إلى الإصلاح، ناهيك عن 10,000 مدرسة طينية، ناهيك عن مدارس الهياكل، ناهيك عن المدارس التي لا تمتلك حتى الكتب المدرسية. وظهر فيديو تداوله العراقيون قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن نفايات كتب ممزقة يختار منها الطالب أو التلميذ ما يحتاجه لدرسه. أبهذا الأسلوب تبنى العملية التعليمية وتظهر؟ ناهيك عن تخريب المناهج. منذ أن صارت الدولة العراقية في 1920 وإلى 2003 كانت المناهج التربوية هي مناهج وطنية تعلم العراقيين تاريخهم وجغرافيتهم وتعلمهم الوطنية وتعلمهم الحب فيما بينهم، لكنهم ماذا عملوا؟ لم يبنوا مدرسة، لم يصلحوا صفا، بل عمدوا إلى تغيير المناهج وأقحموا فيها الطائفية وما إلى ذلك. أستاذ نظير، يعني البعض يتساءل عن المدارس الأهلية، الجامعات الأهلية، يعني البعض يرى بأن أصحاب هذه المدارس هم أصحاب رؤوس أموال، بالتالي هم يملون على الكادر التدريسي وعلى النظام داخل المؤسسة التعليمية ما يريدون إملاءه.
يعني إلى أي مدى ترى أن المدارس الأهلية أو المؤسسات التعليمية الأهلية من التعليم الأساسي وحتى الجامعي كان ذو بعد إيجابي في الواقع التعليمي في العراق أم ذو بعد سلبي؟ هذا موضوع كبير سأتحدث عنه بشيء من التفصيل، ولكن فقط أرد على ضيفك الدكتور سعد في نعم. الذي قال لماذا نحمل دول الجوار مسؤولية انحدار التعليم في العراق، وكيف لا نحمل تلك الدول؟ حقيقة تلك الدول كانت هي المسؤولة بشكل مباشر أولا عن تنصيب هذه الأحزاب التي يتهمها بتخريب العملية التعليمية، وكذلك بجهودها المباشرة في تخريب العملية التعليمية. كلنا نذكر في بداية الاحتلال كيف كان يتم استهداف العلماء العراقيين ثم الأساتذة الجامعيين وكذلك حتى الأساتذة تحدث قال هناك استهداف نعم من قبل هذه الدول، لكن بأيادي العراقيين أنفسهم. هو تحدث عن الأحزاب وحتى هذا الأحزاب. هل تلغي مسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وإيران في تنصيب هذه الأحزاب التي قامت بهذا الدور؟ هي يعني هل هذه الأحزاب كان بقيت بالسلطة ليوم واحد لولا الدعم الأمريكي والإيراني؟ لم ولحد الآن يوجد هناك دعم إيراني ودعم أمريكي لهذه العملية الفاسدة، وإلا لو يعني حيد هذا الدعم لتلك الدولتان لما استطاع هذا النظام السياسي يصمد أمام غضبة الشعب العراقي. وكلنا نعلم ماذا حدث في البصرة وكيف شكلت هذه التظاهرات العفوية مصدر خطر لهذا النظام السياسي. أما فيما يخص المدارس الأهلية والجامعات الأهلية التي انتشرت في الفترة الأخيرة فهو كان يعني من وجهة نظر هو إنقاذ لأولادنا من الانحدار الذي تشهده المدارس الحكومية والجامعات الحكومية. فجاءت هذه المبادرة بتشجيع أيضا يعني المستثمر الذي يفتح مدرسة لا يفتحها لولا أن هناك أناس يريدون مثل هكذا مدارس أهلية لضمان سلامة أولادهم تعليميا ويعني عقائديا وأمور أخرى كثيرة. هل تخضع لمعايير جودة هذه المدارس؟ طبعا هناك مشكلة أيضا هي تعتمد على المشرفين على تلك المدارس. بعض المدارس هي تضمن للطالب النجاح سواء درس أو لم يدرس، وهذا يعني تهديد يعني وتخريب للعمل في حين كان التعليم مجاني. وبالعكس كان هنا يعني توجد مدارس حاليا بالعكس هناك ظروف صحية للتعليم هي أفضل بكثير من الظروف التي موجودة في المدارس الحكومية، لكن تبرز مشكلة جديدة هنا أن يعني فيما يخص التدريسيين أصبحت هناك هجرة من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية بسبب الإغراء المادي والرواتب الجيدة، فأصبح المدرسين الكفؤين ينتقل من المدرسة يعني الحكومية للأهلية، وما زاد الطين بلة على يعني حتى على مستوى البطالة أن قام وزير التربية بإعطاء الإذن للمدرس الذي يعمل في المدارس الحكومية أن يدرس أيضا وبنفس الوقت في المدارس الأهلية. هذا أغلق الباب على خريجي الجامعات. هذا ما أيضا تحدث به الدكتور سعد عندما قال يوضع برأس الوزارة أشخاص لا يعرفون شيئا بالتأكيد. يعني هذا لو كان لديه شيء من الحكمة في الإدارة لما فعل هذا الشيء. هناك تضرر أصبح حتى في المدارس الحكومية وكذلك المدارس الأهلية، أصبحت هناك يعني نفقات كبيرة على الأهل لتعليم أولادهم، بل هناك أصبح تمايز طبقي. يعني العائلة الفقيرة تضطر أن ترسل ولدها للمدرسة الحكومية التي تفتقر لكل شيء والأمور المادية جيدة يرسل أولادي إلى المدارس الأهلية. يعني المجتمع هذا يأتي في إطار أيضا يعني لنسأل الأستاذ حارث الأزدي. كنا نسمع قبل الاحتلال عن موضوع الخصخصة، يعني خصخصة التعليم على هذا النحو بأن يعمق الهوة الطبقية بين المجتمع العراقي وإهمال التعليم الحكومي في حين كان التعليم في السابق مجانيا. هل هذا يدفعنا للحديث عن موضوع أن هناك أهداف فعلا لدول على لجعل العراق يصل إلى هذه المرحلة وهذا المستوى؟ بالتأكيد الدرس الخصوصي والمدارس الخاصة والتعليم الخاص والتعليم الحكومي إذا وجدت في بلد ينخره الفساد فهي أحد مظاهر انهياره. ولي تجربة في ذلك في إحدى الدول، كنت مدرسا وكان هناك تعليم خاص وتعليم حكومي. كان الطالب إذا
ضيق عليه في التعليم الحكومي يذهب إلى التعليم الخاص ويستقبله وتعطى له درجات عالية. فخرجوا أناس يعني لا يستطيع حتى كتابة اسمه، لا يستطيع القراءة، وهذا الذي يحصل الآن في العراق. التعليم الخاص كارثة بالنسبة للعراق في ظل هذا الوضع، لأنه تعليم أساس وضعه التجارة. وليسمح لي الأستاذ نظير، يعني هو يعني أشاد ببعضه، نعم قد تكون هناك مدارس جيدة، لكن الغالب الأعم هي عملية تجارية بحتة، يدخل فيها الطالب عليه دفع القسط ثم بعد ذلك ينجح. أين تكون نقطة الافتراق؟ نقطة الافتراق في يعني الامتحانات الوزارية، هناك يظهر الطالب هل فهم شيئا أم لم يفهم. هذه والنتائج التي أعلنتها وزارة التربية تدل على ذلك دلالة واضحة، يعني نسبة النجاح متدنية بل مخجلة، 28% في جميع المحافظات هذه نسبة النجاح. أغلب الطلبة يعانون من دورين، الدور الأول والدور الثاني، ويطالبون بدور ثالث. ما هذا؟ هذا نتيجة انهيار العملية التعليمية وانهيار وفساد القائمين عليها، فابتدعوا مسألة التعليم الخاص ليكون ملجأ للطالب أن يمضي السنوات فيصل إلى مرحلة معينة وهو غير فاهم شيء، بدليل أن الجامعات الخاصة الآن تخرج أناس أميين، تخرج طلبة أميين، كثير من حملة الشهادات اليوم هم ناس أميون، يعني مع الاحترام الشديد للشهادة، لكن عملية إعطاء التعليم حقه لم تكن كما كانت في السابق، درسنا ولم تكن هناك مدارس خاصة ولا حتى نعرف ما معنى المدرس الخصوصي. وخرجت الجامعات العراقية علماء، أنا من ضمن الناس الذين كانت لدي صداقات عرب وأجانب في الجامعة، حتى في الإعدادية كان هناك من دول أفريقيا ومن اليمن ومن غيرها يأتون إلى العراق ليدرسوا الثانوية في العراق. هذا يدفعنا للسؤال، غير موجودة أستاذ حارث، ذلك يدفعنا للتساؤل، وأيضا نقطة طرحها الدكتور سعد وأيضا طرحها الأستاذ نظير الكندوري عن موضوع الأمريكيين عندما احتلوا العراق عملوا على استهداف الكفاءات من خلال أذرعهم، استهداف الأساتذة الجامعيين، استهداف الكفاءات العلمية، بالتالي هناك عقلية تتحدث، وأنتم تحدثوني الآن أستاذ حارث عن موضوع النهضة. لفت نظري موضوع وهو أن اليابان وألمانيا عندما نهضتا في ظرف قياسي زمني قصير جدا، كان هناك رؤوس ويعني كفاءات علمية تدير عملية النهضة، بالتالي عمل الاحتلال عند دخوله للعراق على استئصال هذه الكفاءات وهذه الرؤوس لإيصال العراق إلى هذه المرحلة، إلى أي مدى تتفق معي؟ أتفق معك تماما، لكن أنا أقول أيضا أن الكفاءات التي غادرت العراق مثلها وأضعاف أضعافها موجودة في العراق. النخب العراقية التي غادرت العراق، هناك نخب موجودة مطموسة جالسة في بيوتها لا تستطيع العمل. علينا نحن العراقيين جميعا، لا أقول أنا ولا أنت ولا أي أحد آخر، العراقيون جميعا معنيون بمعرفة نخبهم ومعرفة علمائهم والبدء بدرس والبدء بتربية أولادهم، تربية وتعليم من أجل النهوض. أما مسألة أن ننتظر من هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال ليبنوا لنا دولة، لن يبنوا لنا دولة، لا الاحتلال يبني دولة ولا من جاء معه يبني دولة. الذين الآن على تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات ما هي إلا استثمارات للأحزاب
والجماعات المتحكمة في السلطة. يكون الوزير يؤدي ما عليه من ضريبة ومن أتاوى إلى الجهة التي استخدمته، وهو أيضا في ثنايا هذا الاستثمار يستثمر بنفسه ببنايات في شوارع لندن، بأرصدة في بنوك الأجنبية. هذا ما يجري في العراق. العراقيون إذا لم يتحملوا المسؤولية، وأنا منهم، لن تقوم لهم قائمة. التعليم أخطر مرحلة عندما ينهار، أخطر مرحلة تؤدي إلى وفاة العراق لا سمح الله. نعم. إذن هناك دور مهم يقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية التي هي جزء من المؤسسات التربوية. هناك الأسرة، هناك المسجد، هناك المنظمات المجتمعية الأخرى. يعني هل هذا ممكن أن يدفع بدوره باتجاه التوعية بضرورة وأهمية التعليم، وخصوصا بالنسبة للمجتمع، بالتسليم إذا سلمنا بأن الحكومات المتعاقبة في العراق لا جدوى منها؟ يعني رمي الكرة بمرمى الشعب العراقي فيه يعني أنا أراه أنه تحميل إضافي للشعب العراقي فوق ما هو متحمل. نعم. أنا أدرك أيضا وأتفق مع رأي الأستاذ حارث الأزدي، كون أنه الشعب العراقي يجب أن يأخذ المسؤولية في تعليم أبنائه والوصول إلى حالة مجتمع متعلم. لكن يعني لنكن عمليين، هل هذه المهمة هي بالمستوى أن تستطيع الشعوب لوحدها أن تقوم بها؟ وماذا تفعل الحكومة؟ أنا أدرك أن هذه الحكومة هي فاسدة ولا نرجو منها خير في شتى المسائل ومن ضمنها التعليم، لكن أن يقوم الشعب بمثل هكذا مبادرة أو منظمات اجتماعية تقوم بعمل ضخم مثل الموضوع التعليمي للبلد، أراه مهمة يعني صعبة جدا. والأولى هو أن يتغير النظام السياسي الذي هو الآن متسلط على مقدرات هذا الشعب، والإتيان بنظام سياسي منبثق من الشعب العراقي يسخر مقدرات الشعب لخدمة هذا الشعب. هذا هو الحل الأمثل والحل الواقعي بشكل الأكبر. لكن يعني الآن يعني أنت تقول إنه الشعب العراقي يجب أن يكون هو المبادر. يا أخي الكريم، هناك عوائل تمنع إرسال أولادها بسبب أنهم لا يستطيعون توفر وسيلة النقل، أو أنه يخرجوهم إلى المدرسة لكي يعمل ليعيل أفراد أسرته. وصل الحال إلى هذا الأمر. هناك إحصائية الآن 2 مليون طفل هو لا يذهب إلى المدرسة لأسباب اقتصادية أو أسباب الحرب على داعش كما يقولون. الآن هدمت مدن كاملة يعني على أرؤوس أهلها، لا توجد مدارس ولا توجد، لذلك هناك تسريبات عظيمة. هل تعلم أخي الكريم أن العراقي الآن يتصدر أكثر 5 دول في موضوع تسرب الأطفال من المدارس؟ يعني احنا نتحدث طبعا الشيء الآخر، نسبة الأطفال في المجتمع العراقي وصلت لحد الآن إلى 38% من تعداد السكان العراقي. يعني نسبة كبيرة جدا، أكثر من الثلث. يعني فالأمر متجه إلى يعني كارثة للمجتمع العراقي. يعني لنكن أكثر دقة، تخيل أخي المجتمع العراقي في قبل يعني 20 سنة أو 25 سنة كيف كانت الثقافة السائدة في هذا المجتمع، والآن كيف هي الثقافة السائدة بمستويات الأعمار اللي 15 سنة إلى 20 سنة؟ تجد يعني اختلاف هائل بين مستوى الثقافي. المدارس هذه تعلم الأطفال كيف يلطم، هذه المدارس تعلمهم أساليب طائفية، هذه المدارس نفسها كما ذكر الضيف الكريم في بعض أجزاء العراق تعلم الشوفينية والاعتزاز بالقومية الكردية والاستقلال. هذا الذي يتم تعليمه في المدارس العراقية. يعني انتفت بالتالي تعليم بالتالي المواطنة والاعتزاز بالوطن، هذا كله ذهب. يعني العملية السياسية هي التي هي كانت السبب الرئيسي في تدمير الواقع التعليمي. هذا ما يعني لا أشك فيه، أن كل الخراب الذي يحصل في العراق سواء في الموضوع التعليمي أو الموضوع الأخير الأخرى هو بسبب هذا النظام السياسي الفاسد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نظير الكندوري، ضيفي في الاستوديو الباحث السياسي العراقي. وأيضا شكرا جزيلا لك أستاذ حارث الأزدي، الباحث والكاتب العراقي، كنت معنا من عمان.
والشكر موصول أيضا للدكتور سعد ناجي الساعاتي الأستاذ الجامعي والأكاديمي العراقي، كان معنا عبر الهاتف من لندن. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.